أستاذ ميرفت، كان سؤالنا قبل الفاصل عن الاستراتيجي الجديدة للبنك، هل اختلفت عن الاستراتيجي الفترة اللي فاتت ولا هي امتداد طبيعي للتطوير داخل البنك؟ هي الحقيقة زي ما قلنا قبل كده أن كل حاجة في الحياة رحلة، وكذلك العمل. بالنسبة لنا إحنا الاستراتيجية القديمة طبعا مش بنحط عليها كروس وبنعمل حاجة جديدة خالص، لا بالعكس، إحنا بنشوف امتداد وتطوير. وبالتالي إحنا الرؤية بتاعتنا بتبدأ بأن إحنا كبنك بنطمح أن إحنا نتوقع احتياجات العملاء والمصدرين المتنوعة، ونقدم لهم حلول مبتكرة وحلول فيها مرونة. لأن النهاردة إحنا شفنا الاقتصاد في العالم، مش هقول في مصر بس، بيمر بحاجات كتير ممكن متغيرات تكون مش ممكن تبقى حادة يعني. بالزبط. صحيح. فمحتاجة بالإنجليش اسمها agility، محتاجة يعني ما معناه مرونة. فإحنا بنحاول نقدم الخدمات بتاعتنا والحلول بمرونة. فدي بالنسبة للرؤية. بالنسبة للمحاور بتاعت الاستراتيجية، الاستراتيجية اللي فاتت طبعا كانت برضو بتركز على العملاء والمصدرين كقمة المعبد، لما بنرسمها كمعبد بالمحاور. بالظبط. النهاردة احنا برضو من ضمن الأجيليتي احنا قلنا لا، المرونة، احنا حطينا العميل والمصدر في قلب الاستراتيجية، وكل حاجة بتدور حواليه بشكل دائري معشق في بعض عشان تخدم في النهاية العميل. بالظبط. كله في النهاية لخدمة العميل والمصدر. طيب، الست محاور، في منهم محاور مكملة معنا زي الرأس المال البشري، لا غنى عنه. لا غنى فكرة التطوير والتدريب المستمر، لا يمكن كنا هنحقق اللي حققناه بدون العنصر البشري. وده مكمل معنا، وفي تحديات أكبر ومتطلبات رقابية أكتر ومخاطر سبرانية مثلا. كل دي محتاجة، صحيح، عشان تواكب التطور العالمي. بالظبط. واللي برضو محور مكمل معنا طبعا هو المحور بتاع الرقمنة والتكنولوجيا والاستمرار في الاستثمار وبناء سواء البنية التحتية أو الابليكيشنز، التطبيقات اللي بنقدمها للعملاء علشان التجربة بتاعتهم تبقى كويسة. ضفنا محور ثالث كنا مهتمين بيه بس حطيناه بقى في جوهر الاستراتيجية، هو الحوكمة وإدارة المخاطر. ده الثلاث محاور دول لو تخيلت دايرة، المصدر والعميل في النص، ثلاث محاور دول شايلين ثلاث محاور تانيين معشقين في بعض كلهم. المحاور الجديدة تطوير الأعمال، أجين مرة تانية ده ممتد معنا من الاستراتيجية السابقة. تطوير الصادرات ده برضو ممتد معنا من الاستراتيجية السابقة. بدل ما كنا بنتكلم بقى على المسؤولية المجتمعية والصورة الذهنية والثقافة، اتكلمنا على المجتمع ككل، الكوميونيتي. الكوميونيتي النهاردة احنا حتى كدولة حصل التزام من الدولة المصرية للعمل على تحسين الانبعاثات، طبعا تحسين الحياة وتقليل الانبعاثات الكربونية من المصانع والعربيات. صحيح. وفي اتجاه للسيارات الكهربائية، وفي اتجاه للطاقة المتجددة، وبالتالي هنحتاج ان احنا نشتغل برضو على التمويل الاخضر لخدمة المجتمع. فكده يبقوا الست محاور مكملين مع بعض ومعشقين في بعض، في قلب كل دول العميل. نفهم من كده حضرتك ان البنك لما جاي يحط الاستراتيجي بتاعته ويبنيها بكل محاورها كان بيشتغل في اطار السياق العام للتطور اللي بيحصل في الاقتصاد المصري والمجتمع المصري، اهتمام الدولة بالمجتمع، اهتمام الدولة بتحسين حياة الناس وجودة الحياة. فكان ده بيدي للبنك رؤية انه يقدر يشتغل في هذا الاطار. طبعا ده اكيد. لا يمكن البنك او حتى القطاع المصرفي او اي قطاع اخر ينسلخ من الاقتصاد العام والدولة واتجاه الدولة. في تصوري ان كل ده لازم يكمل بعضه علشان الإيكو سيستم كله اللي حوالين القطاع المصرفي وحوالين البنك يبقى كله شغال بانسجام وفي اتجاه واحد وهدف واحد. زي ما احنا في البنك بقطاعاته المختلفة وإداراته المختلفة بنشتغل في اتجاه واحد وهدف واحد، لازم يكون الهدف ده معشق برضو في الاتجاه بتاع القطاع المصرفي وتعليمات البنك المركزي ومتطلبات البنك المركزي، وكمان التوجه العام للدولة والجمهورية الجديدة مما لا شك فيه.